إنه كوكب الأرض، يبدو هادئا تماما من الأعلى ولا شيء يعكر صفو هذا الهدوء، لكن الحياة في الأسفل عكس ذلك تماما. ضجيج وتلوث وكوارث وحروب وفقر وجوع والكثير من البشر، أهم الموارد الكونية إذا أحسن استخدامها، ومشكلة معقدة إذا تم إهمالها. منذ آلاف السنين كان النمو السكاني يسير ببطء، لكنه قفز في القرون الأخيرة. هذا التغير حدث بالتحديد بين عامي 1900 و2000، أي خلال 100 عام كانت كفيلة في تفجير عدد سكان الأرض من 1.5 مليار نسمة إلى 7.5 مليار شخص. في الواقع هناك فرق بين النمو السكاني والانفجار السكاني، فالنمو السكاني هو الزيادة الطبيعية التي تطرأ في عدد السكان مع الحفاظ على التوازن في توزيع الموارد، أما الانفجار السكاني فهو الزيادة غير الطبيعية التي تحدث في عدد السكان في منطقة معينة وفي فترة زمنية قصيرة مع خلل كبير في توزيع الموارد. وبشكل عام تتصدر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قارات العالم في المعدلات العالية للزيادة السكانية، حيث تستحوذ على 92% من الزيادة السكانية، ويمثل عدد سكانها ما يقارب 77% من تعداد العالم. وبحسب الأمم المتحدة فإن أهم العوامل التي أثرت في النمو السكاني ارتفاع معدلات الخصوبة وزيادة العمر بسبب التقدم المذهل في العلوم الطبية والتحسن الكبير في الخدمات الصحية واكتشاف اللقاحات ضد الأوبئة التي كانت تفتك بالبشر في الماضي. التقدم الحضري ونشر الثقافة وتحسن المستوى الاقتصادي جعل النمو السكاني يتوقف عند مستوى ثابت في البلدان المتقدمة منذ عشرات السنين، ما أدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الصورة معكوسة في بلدان العالم الثالث، فقد أدى الفقر إلى انفجار خطير في عدد السكان، ما أدى إلى تراجع رهيب في التنمية البشرية والاقتصادية وتردي مستوى المعيشة وانتشار الفقر بشكل أكبر. وأدى التزايد السكاني في العالم إلى انتشار المجاعة تحديدا في المناطق الفقيرة، وعجز في الخدمات الصحية، ونقص في فرص العمل، بالإضافة إلى الضغط على الأراضي الزراعية والهجرة الداخلية والخارجية وتضخم المدن ومشكلة في الاستثمار. وبحسب الأمم المتحدة فإن تنظيم الأسرة والتنمية الاقتصادية وتحقيق معدل أقل لنمو السكان عن طريق تخفيض معدل المواليد وتوزيع أفضل للسكان وتحسين التعليم، بالإضافة إلى نشر الوعي، من العوامل الأساسية لعلاج المشكلة السكانية. يتفق الجميع أنه مع الازدياد السريع للسكان في العالم تزداد مشاكل الكرة الأرضية من جوع وتلوث وحروب تدمر لا تبني. وفي ظل كل هذا تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم ليصل إلى 8 مليارات في عام 2030 وعشرة مليارات في عام 2050. والسؤال يبقى، هل ستتسع الكرة الأرضية لكل هذه الأرقام؟ وما هو الرقم الذي نقول عنده زيادة سكانية؟ وتبقى هذه القضية هي المتنازع عليها.